واحد خابرني قال لي انا مرشح من قبل سائل الانتخابات الجديده، مرشح من كتله، واسمعوا جيد، قايلي لي انه اذا تجي ويانا 100 مليون نعطيك بس تجي ويانا، وما ادري شنو بعد فتش ها سياره عفوا سياره و100 مليون نعطيك بس تعال ويانا. قلت له اذا انت تبدا حياتك بهالشكل فوا ويلاه. اي نعم، احنا نعيش بغابه كلها وحوش تنهش في جسدنا، لا اله الا الله. كلها طبعا مو كلها، اريد اقول انه فيهم النزيه، فيهم، ولكن هذول الفيهم كم مش قيد، كم بالمية الله اعلم، كلش قليلين، بل كلش قليلين.